معي من رام الله تمارا حداد، كاتبة صحفية وخبيرة في الشأن الفلسطيني. مرحبا بك تمارا. أكثر من 40 يوما من الحرب على غزة، قصف إسرائيلي متواصل يصل الليل بالنهار، يستهدف أي شيء وكل شيء، المباني السكنية، المنشآت الحيوية، المستشفيات، المدارس. قطعت على سكان غزة إمدادات الماء والكهرباء، لا وقود، والآن لا اتصالات، لا الخارجية ولا الداخلية. عزلة تامة يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار متواصل منذ 17 عاما، ما دفع بالكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط في حملة رقبية تصدرها وسم أبقوا غزة على اتصال. مشاهدين ومشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أولا، ما يحدث الآن بالفعل في قطاع غزة وصل إلى حالة من الكارثة الإنسانية وأيضا الصحية والبيئية، لعدم توفر الطعام والشراب وأيضا عدم توفر إدخال الوقود. نظرا أن واقع ما يحدث الآن في قطاع غزة نتيجة وجود الحرب العملية التدميرية واستخدام القوة التدميرية وأيضا الحزام الناري على قطاع غزة، ونتيجة عدم يعني وجود المعابر التي تدخل الطعام والشراب والوقود، أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. وناهيك أيضا تدهور الحالة الصحية، أصبح الآن خرجت 25 مستشفى عن الخدمة الصحية والطبية. وبالتحديد أن واقع ما يحدث الآن أن بالفعل وصل قطاع غزة إلى مرحلة بالفعل منكوبة بكل المعايير، حتى على مستوى قطع الإنترنت وقطع أيضا السوشيال ميديا وعملية التواصل الإعلامي، وعدم قدرة ما يعني الصحفيين والإعلاميين نقل الأحداث التي تحدث في سياق قطاع غزة. هذا أثر بشكل كبير جدا. نظرا أن أصبح نتيجة قطع الكهرباء أيضا أثر على واقع المستشفيات، وقطع أيضا عدم دخول الوقود أثر على واقع المستشفيات، وأيضا أثر على واقع كل الواقع الصحي والآدمي والإنساني في قطاع غزة. أما على مستوى قطع الإنترنت بالفعل أثر على كثير من المواضيع، ناهيك أن واقع عندما يتم الإشارة إلى قطع الإنترنت والكهرباء له علاقة في نقطة، وهي أن الاحتلال، أن إسرائيل هي معنية تماما بعدم إظهار الصورة الحقيقية عما يتم القيام به واقع قطاع غزة. بمعنى إذا كان هناك جرائم عديدة أو قتل أو حالة من الجرحى المدنيين، هي لا تريد أن تظهر هذه الصورة ويتم انتقالها من قطاع غزة ويتم وهذه انتقالها الصور إلى بقعة أخرى. نعم تمارا، وهذه الصور التي كانت تأتينا من غزة كانت توصف أحيانا بالقاتمة وأحيانا أخرى بالسوداء وباللا إنسانية، والآن ليس هناك صور تصلنا من هناك بسبب قطع الإنترنت والاتصالات. لا سكان غزة يعلمون ما يجري خارج أسوار غزة ولا العالم. إذا استمر الإنترنت في يعني منقطع سوف يجهل ما يحدث للفلسطينيين أو ما يحدث للفلسطينيين هناك داخل غزة، وهنا ستزداد الأمور تعقيدا، خصوصا مهام الصحفيين كما ذكرتي والعاملين في المجال الإنساني وحتى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا ينقلون ويتم تداول صور وفيديوهات للوضع الإنساني في غزة. صحيح بالفعل. أولا، الإعلام والصحافة هي السلطة الرابعة التي تنقل الصورة والحقيقة. فيما يتعلق أن نقل هذه الصورة والحقيقة إلى العالم، إسرائيل هي غير معنية بنقلها إلى العالم، حتى لا يتم تأليب الشارع، لا يتم تأليب الشعوب والجماهير ضد إسرائيل وضد من يدعم أيضا الواقع الإسرائيلي. لذلك عندما يتم بالفعل عدم خروج هذه الصور والفيديوهات إلى الخارج، هذا سوف يؤدي كمثل أن تغييب الحقيقة على أرض الواقع. لكن عند خروج الصور وخروج الفيديوهات إلى العالم، هذا سوف يغير وجهة العالم إلى الدفاع إلى القضية الفلسطينية، وأيضا تغيير وجهة عندما ينظرون إلى الخسائر البشرية
والمجازر البشرية بحق المدنيين الذين جلهم أطفال ونساء. يعني بالفعل أنا بنت الأهداف الحالية هي ليست عسكرية، كلها أطفال ونساء، أصبح 70% من الضحايا من القتلى، من الجرحى، من حتى على مستوى المرضى، كلها من أطفال ونساء. لذلك عندما ينظرون إلى الأطفال والنساء تم تقطيع أجسادهم خلال استخدام القنابل المحربة دوليا، كل ذلك يؤثر على صورة إسرائيل. لذلك إسرائيل تريد أن تخفي هذه الصورة التي تقوم بالمجازر البشرية حتى لا يتم محاكمتها أمام، هناك كثير من المحامين، بالتحديد في محامي في فرنسا جيش 500 محامي من أجل رفع القضايا ضد المجازر البشرية التي تقوم بها إسرائيل. طبعا كل ذلك حتى على مستوى الواقع الدولي الآخر، أصبح خروج الفعاليات والتظاهرات نتيجة ما كان يشاهدونه من صور وفيديوهات أثرت على واقع إسرائيل، وأصبح العالم وبالتحديد الشعوب، نتحدث عن الشعوب وليس كحكومات، أصبح هذا الشعوب والجماهير أصبحوا يضغطون على حكوماتهم من أجل أن يكون هناك صنع قرار وتعزيز وقف إطلاق النار على قطاع غزة. تمارا حداد الكاتبة الصحفية والخبيرة في الشأن الفلسطيني، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.